الجلسة كان فيها تذبذب على مستوى 6500 نقطة كسرناه، لكن استطعنا أن نقلصها مع نهاية الجلسة. مع كسر هذا المستوى إلى أين يتجه السوق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حيك أستاذ الفاضل وأشكركم على الاستضافة. في مطلع التداولات بمجرد أن أنهينا إجازة عيد الفطر المبارك كان هناك اختراق المسار الهابط للسوق السعودي من قمة 6875. هذا المسار تم اختراقه قبل عدة أيام عند مستوى 6555 نقطة، وكنا قلنا أنه إحنا في موجة تصحيحية في الفرع الصاعد منها، وأنه لم تنتهي هذه الموجة حتى الآن اللي هو الفرع الصاعد اللي إحنا نتحدث عنه. بمجرد اختراق ذلك المستوى 6555 وتحقيق قمة جديدة على المستوى اللحظي، لم يكن هناك إعادة لاختبار هذا المستوى. إعادة لاختبار هذا المستوى تم اليوم تحديدا، وكنا ذكرنا أنه سيتم تحقيق مستويات دنيا في حدود 6400، ما بين 6509 إلى 6485. الحقيقة تجاوز المؤشر العام هذه النقطة بحوالي 20 نقطة إلى مستوى 6460 نقطة، ثم عاود الارتداد. حاليا على المدى القصير جدا نقول أنه إحنا لازلنا في فرع صاعد لم ينتهي حتى الآن، وسيؤكد بداية هذا الفرع الصاعد اختراق مستوى 6514 نقطة والثبات فوقها، ولكننا نقول أن هذه موجة عبارة عن موجة مضاربية للمحترفين فقط. كلنا يعلم أن السوق معلق حاليا في انتظار نتائج عملاق السوق شركة سابك، ولذلك نعتقد أنه مستوى 6875 نقطة لن يتم اختراقه في هذه الموجة، بل ربما نصل إلى مستويات تصل إلى 6748 إلى 758. هذا مستوى يعتبر حاجز قوي بكل ما تحمله الكلمة من معاني. في حال تم اختراقه أو اختراق القمة، فأنا أعتقد أنه هذا الاختراق سيكون عبارة عن اختراق وهمي فقط لا غير، محدود، ثم يعود السوق السعودي مرة أخرى للهبوط، ولكن هذا الهبوط لن يكسر في هذه المرحلة بإذن الحي القيوم مستوى قاع 5448 عذرا. طيب، عم نتابع اليوم نتائج إيجابية وبقوة بالنسبة للصحراء للبتروكيماويات، تأتي أعلى من المتوقع أستاذ فيصل. الشركة تحدثت عن مبيعات جيدة بالنسبة لمصنع الواحة، ارتفاع أرباح شركة الصحراء أيضا والمعادن وأيضا الشركات التابعة لها. يعني المستوى اليوم اللي أعطى ردة فعل على السهم نتيجة للنتائج الكبرى، كيف ترى وما هي المستويات المستهدفة بالنسبة للصحراء للبتروكيماويات؟ بالنسبة للصحراء طبعا ذكر في بيانات الشركة أنه كان هناك بعض الوحدات لم تكن عاملة في العام الماضي، والآن تمت إدخالها لخط الإنتاج وعملته، لذلك كان لها تأثير على ربحية الشركة. نحن نقول أن السهم يتحرك بين مستويات خاضعة ما بين 12 ريال و10 هللات إلى المستوى العرضي لها إلى مستوى 10 ريال. في حال تم اختراق مستوى ال 12 ريال، فأعتقد أن المستهدف الأول لها في حدود مستوى ال 14 ريال، وربما في حال التجاوز يصل إلى 14.90 تقريبا، ولكن هذا الحاجز يعتبر حاجز فني قوي جدا، فني وسعري قوي جدا. إذا تزامن الوصول إلى هذا المستوى 14 ريال 14.90 تقريبا مع نهاية الفرع الثالث للموجة الصاعدة للسوق السعودي، سيكون هناك تصحيح لذلك الصعود. أما في حال هبط السهم وكسر مستوى دعم 10 ريال خلال الموجة المتبقية الحالية للسوق السعودي اللي ذكرناها قبل قليل، فربما يصل السهم مرة أخرى إلى مستويات تصل إلى حدود 8 ريال و70 سنت أو 70 هللة عذرا، أو في حدود تلك المناطق قبل أن يتم الارتداد مرة أخرى لاختراق مستوى 12 ريال و10 هللات. طيب، اسمنت الجنوبية أيضا كان لديها يمكن تراجع بأرباح الربع الثاني، لكن ارتفعت بالنصف الأول ب3%. اليوم الرئيس التنفيذي للشركة يتحدث بأنه يمكن مخزون الكلينكر المستورد لدى الشركة قد نفذ، والشركة الآن تركز على السوق المحلية.
نحن نعلم أستاذ فيصل بأن الشركة أيضا يمكن بانتظار كانت قرار عملية فتح التصدير للخارج، مع تأكيد الشركة البقاء لتلبية الطلب المحلي، ألا تعتقد بأن الشركة ستواجه يعني نوع من المنافسة وتحرمها من المنافسة الخارجية؟ والسهم إلى أين يعني مستوياته فنيا؟ نعم نعم نعم، بالنسبة لإسمنت الجنوبية وقطاع الإسمنت كما في تقريركم قبل لحظات، أنه القطاع بشكل عام يتعرض إلى شيء من التراجع في المبيعات تصل إلى حدود 4%، والحقيقة أنه السوق ككل هو عبارة عن كتلة اقتصادية مترابطة، فإذا رجعنا للأساس نجد أنه الأساس أنه في هناك مشاكل في نسبة الإيداع في داخل البنوك، الإيداع داخل البنوك عندما يكون هناك ضعف معناته أنه ضعف في وجود السيولة لدى المواطن ولدى الشركات، وبالتالي سيؤثر سلبا على الاستثمار في ذلك القطاع، لذلك ليس مستغرب أن يكون هناك تراجع في كثير من القطاعات التي تعتمد على السيولة، لأنه كل القطاعات في السوق تعتمد على السيولة بالدرجة الأولى. رقم اثنين، إذا كانت الشركة لا تنوي استيراد المزيد من الكلانكر وهو المكون الرئيس في إنتاج الإسمنت، فهذا تعتبر نقطة سلبية في حق الشركة، ربما يؤثر فعلا على حصتها السوقية داخل المملكة العربية السعودية أو التصدير. التصدير إذا كنا نعني بالتصدير هنا إلى دول الخليج، فدول الخليجية كلها طبعا متأثرة بعامل الدولار، وأيضا كل الإعلانات التي تابعناها عن قطاع البنوك في الدول الخليجية كلها تعاني من نفس المشكلة التي يعاني منها السوق السعودي، وهي ضعف مستوى السيولة الذي حاولت مؤسسة النقد العربي السعودي محاولة تفادي هذه المشكلة في الربع التي ظهرت بداية من الربع الأول، محاولة لتفاديها فرفعت مستوى الإقراض إلى السيولة إلى معدل 90% بدل أن كان 85%. هذه عبارة عن أداة كانت في يد مؤسسة النقد العربي السعودي، ولكن هذه الأداة انتهت بمجرد وصول تلك البنوك أو القطاع البنكي بشكل كامل إلى تلك النسبة، إلى الحد الأقصى من مقدار الإقراض مقابل الودائع الموجودة لدى البنوك. أخيرا سؤال فيما يخص عقوبات عدم تسجيل الأراضي الخاضعة للرسوم قريبا، كما سمعنا من وزارة الإسكان أستاذ فيصل، قطاع التطوير العقاري برأيك يعني إلى أي مدى يمكن أن يتأثر الآن بهذه العقوبات، وهل سنشهد شركات كبرى يمكن لا تعلن أيضا عن هذه الأراضي أو المخزون لديها يعني الذي يخضع للرسوم؟ أنا أعتقد أنه قبل صدور القرار أنه كان هناك فرصة للتلاعب بطريقة أو أخرى أو إخفاء بعض تلك الأراضي أو ما يدل على وجودها في حوزة تلك الشركات، ولكن الآن بمجرد صدور القرار سيكون لزاما على تلك الشركات الاختيار ما بين أحد أمرين، إما الخضوع للعقوبة إذا كانت الموضوع غير نظامي، أو الإفصاح عن تلك الأراضي بشكل تام وكامل، وبالتالي سيكون عليهم لزاما تسديد الرسوم المفروضة من قبل الدولة. وشكرا. وفي كلا الحالتين طبعا سيكون هناك تأثير، لابد أن يكون هناك تأثير سلبي، ولكنه سيختلف نسبة هذا التأثير السلبي ما بين شركة وأخرى حسب ملكية الأراضي. وشكرا جزيلا لك سيد فيصل الجوير، المحلل المالي والفني المعتمد، كنت معنا من الرياض.